عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية 58.15% نقلت الرئيسة الجديدة للجزائر إلى قصر المرادية، فيما وضع اقتراع 12 ديسمبر عبد القادر بن جرينا ثانياً متبوعاً بعلي بن فليس، فيما حل عز الدين مهوبي رابعاً متبوعاً بعبد العزيز بالعيد. السيد عبد المجيد تبون الذي تحصل على 4,945,116 صوت معبرا عنه، أي بنسبة إجمالية تقدر ب 58.15%. تهانية الخالصة للمترشح الفائز في انتظار الإعلان النهائي للنتائج من قبل المجلس الدستوري. في رده عن سؤال حول وجود تباين في النتائج التي قدمتها السلطة وتلك التي تم الإعلان عنها في مختلف مداومات المرشحين، أكد محمد شرفي أن محاضر الفرز متاحة للإطلاع عليها وستقدم للمجلس الدستوري في الأجال القانونية. احنا واضعين، بعثنا المجلس الدستوري يعني كل ما يحتاجه، وأكثر من هذا قلت لك حتى لا بونك دو دوني هذيك اللي محضر بمحضر 620,000 محضر راهي موجودة في لا بونك دو دوني اللي دارتها السلطة الوطنية، هذه بكل شفافية يطلبها المجلس الدستوري نعطيها، بعد قلت لكم تكون حتى في السيت تاعنا اطالعوا عليها. نتائج السلطة الأولية تحسم الاقتراع من جولته الأولى وتلغي فرضية الدور الثاني وتختار للجزائر رئيسا جديدا بعد شهور من الشغور.